لو القدر خلاك تقابل توأم روحك بعد فترة، هتبقى متخلف زي زمان وتطلق غباءك للعنان، ولا هتتعلم من غلطتك؟ ده سؤال بيطرحه المسلسل، ومعاه حكمة كمان بتقول إذا أردت الاقتراب من شخص فأقرب منه يا عيني، وإذا أردت الابتعاد فغور من وش أمه. يا سيدي، حمادة هلال ستايل في البديهيات تقريبا بيتعاملوا معانا على أساس إن الذكاء أو الآي كيو بتاعنا منفي من الكون. مش مشكلة، في البداية الدنيا بقى طعمها سكري لما طل على البطل حبه الأولي. أي نعم إنه ارتبك وما بقاش على بعضه، كان منظره زفت قدامها، بس فرح إنه شافها جت تاخد حصص في الورشة الفنية بدوامه الجزئي. ولما خلصوا كانوا مروحين، البنية طلبت رقم تليفونه. من الآخر كده كان شكلها بتحاول تثبته، بس هو لخمة. ومن خلال حوارهم عرفنا إن البطل ساب المدرسة زمان من غير ما يقول كلمة واحدة، وخلى كل صحابه يقلقوا عليه، فقلت أكيد كان في مشكلة كونية وغموض حصل في الماضي. فجابوا إن من سنتين والبطل لسه بيقول يا فتاح يا عليم في طريقه لمدرسته الجديدة، لقى واحدة متصربعة ومش شايفة قدامها وقامت شايطة بالغلط، فلحقها ولسه بيقول لها على الهادي يا زبادي لقيناه وقع في حبها، وأغنية رومانسية شغالة وعصافير الحب بتطير، اللي هو إحنا لسه في أول حلقة يا جماعة بالراحة علينا شوية. الحلو إنه لقط ميدالية وقعت منها وهي ماشية وجو. القدر عايز مني إيه؟ فكرونا يا جماعة نرمي حاجات ورانا وإحنا ماشيين، بس ما تكونش غالية عشان لو طلع اللي بنكرش عليه حرامي ولا حاجة. المهم، من اول يوم ليه في المدرسة في مدرسة مروشة كده كلت دماغه زن انه يشترك في بند المدرسة، وهو عشان يخلص منها قال لها فكر واقولك، بس هو في الحقيقة كان عايز يقولها ده في الحياة الاخرى ان شاء الله. وبعدين سرح وهو ماشي ولقى باب مكتوب عليه ممنوع الدخول، فقال لما ادخل بقى، فمن كتر نوره الكهرباء عملت قفلة والدنيا عتمة، وهوب لما تشنكل وكان هيطبق فوق نفس البطلة اللي بتاخد قيلولة النور جه. وهو لو حلفتلك انه وقعت بالغلط مش هتصدقيني، كنت حاسة ان هي هتقوله حتى لو قاصد عادي ما تعرفني على نفسك يا شبح. فخدوا الكلام قوي معاها وانتهز الفرصة، وقام طلع لها الميدالية بتاعتها وقال لها تفضلي. لقيت المحروسة بتقوله هو انت طلعت حرامي؟ فلو حضرتك يعني هو هيسيب محفظتك ويسرق ميداليتك اللي لو اداها للشحات ما هيرضى بيها؟ المصيبة ان هو بيبرر لها موقفه. وبعدها اكتشفوا ان هما ساكنين في نفس الحي، فهما واقفين على المحطة قامت البطلة مزولاه وبتقوله انت معجب بيا صح؟ فهو وشه احمر كده وقال لها لا طبعا، فيك ايه مميز عشان تقولي كده؟ فهي امال دخلت على الانستجرام بتاعي امبارح ليه وعملت لكل صوري لايك في دقيقة واحدة؟ فهو مش انا، مش اكونتي على فكرة. فقالت له قشطة، ولما ركبوا الباص مع بعض رسلته وقالت له انا دفعت لك ثمن التذكرة مقابل انك جبت لي ميداليتين امبارح. فاول لما شكرها راحت قايلة له مش انت قلت ان الاكونت اللي بكلمك منه حاليا مش بتاعك؟ شفت بقى انا عاملة الفيلم ده كله عشان اوريك اني ناصحة وقفشتك ككذاب. فبقت رقبته قد السمسمة. ومن ثم لقينا البطل راح قدم في بند المدرسة مخصوص لأن البطلة هي المطربة، وكان البند مكون من واحد جذاب صديق البطلة منذ الطفولة ومعجب بها جدا، وأنا كمان معجبة بيه، بس للأسف المخرج مش مديله مساحته، هم كلمتين بس بيطلع يقولهم في المشهد يشفق علينا ويغير على البطلة مش أكتر من كده. وكان في عضوة كمان فرفوشة بتعشق الأكل والنوم، فعشان كده العضو الأخير في الفرقة دايما بيقول لها يا خنزيرة وبيسف عليها، مع انه لو شاف نفسه في المراية هيلاقي نفسه انفت بتسريحته دي. وفعلا عملوا فريق جامد جدا، والبطلة قامت مزولة البطل تاني اللي هو اللي انت عمرك ما اشتركت في اي نشاط اللي رماك عندنا، فقال لها تغيير اصلي بحب اصنع الموسيقى الخاصة بتاعتي، يعني مش عشاني لا الموسيقى الخاصة بتاعتي. فالبطلة طب ما تجيب رقم تليفونك، ما شاء الله دايما سباقة بس للي يقدر. وفي الأجازة بتاعتهم الفرفوشة قالت لهم ما تيجوا نروح عند بيت عمي الجامد فحت، فالكل وافق. وأول لما راحوا بدأوا يرشوا بعض بالمية ويهزروا، حتى أن الأنفد غرق عم الفرفوشة بالغلط، بس بسبب كده طول الوقت كان قاعد زي الألف ولامم لسانه لأنه حاسس أن العم ده مرحب بجدا شوية وهيديله كف يطيره.
عمتاً أنا افتكرتهم متجمعين عشان يتدربوا لأنهم مقدمين على مسابقة، لقيتهم مقضيينها لعب. والأنفد سأل البطل: لو رحت صحراء وقالوا لك تختار ما بين الفرفوشة والبطلة، هتختار مين؟ فقال البطلة طبعاً. وعلى آخر اليوم البطلة راحت تزاول البطل للمرة المليون وبتقول له: أنت بتعرف تصطاد؟ قال لها: عمري. بتولع خشب يا ابني؟ نهائي. بتهبش حشرات؟ ولا طقهم. امال عايز توديني الصحراء معاك ليه؟ لو عايز تدفني هناك قولي. وقعدت تنغنشه كده عشان ينطق ان هو معجب بيها، بس تنح. وعشان البطل دماغه شغالة مش بتنام، لما جه يوم عيد ميلادها اصحابه قالوا له: روح اشغلها لغاية لما نعمل لها مفاجأة. قام واخدها جاري وفرهدها وقضوها تمارين تقريبا، لدرجة ان من عرقهم اصحابهم لما شافوهم قالوا لهم: هي الدنيا مطرت عليكوا ولا ايه؟ بس مش مشكلة، هم احتفلوا. وقبل ما اليوم يعدي على خير البطل قفش عشان لقى ان الجذاب جايب نفس هديته، فقال للبطلة: انا ما جبتلكش حاجة، لكن عشان يبقى مميز في نظرها اتصل بيها قبل ما الساعة تعدي 12 وعزف لها مقطوعة موسيقية من تأليفه الخاص بدون كلمات اغنية، اللي هو اسمعي وحس انت بقى. فهي حبت الموضوع قوي وقرروا مع بعض ان هم يكتبوا كلمات لايقة على الموسيقى في السر، وبعديها بدأوا يتقربوا من بعض وكيميا ما بين بقت عالية. فالجذاب اتضايق قوي وكان بيتعصب ويشتم في الكل ولا يبالي، الا ان هو قرر يخلص وراح قال للبطلة انه معجب بيها. فهي قالت له هفكر، ولا ردت ولا عملت اي حاجة، حيطة قاعدة جنبه. الحلو ان البند سجلوا اغنية ونجحت وبقت من العشرة الاوائل. فالجذاب قال يستغل الموقف وسأل البطلة: فكرتي في اللي انا كلمتك فيه؟ وهي مفيش ردة فعل خالص، خشبة. ففي الوهلة اللي مسك فيها ايد البطلة هوب البطل طب وقام قافش، مع انه لو كان صبر لحظة كان هيلاقي ان الغبية دي بترفض الجذاب وبتقول له: سوري ابعد عن وشي. بس البطل اتقمص مع نفسه وعاش الدور، واللي زاد وغطى ان الجذاب طلع كذاب وقال للبطل: انا والبطلة بدأنا نتواعد، فلو انت معجب بيها ما تبقاش حشر في وسطينا وتتدخل. فالبطل صدق، واللي خلاه ينفجر من جواه اكتر ان لقى الجذاب بيغني الاغنية اللي كتبها هو والبطلة في السر، وده بقى كان السبب اللي خلاه يمشي من المدرسة كلها وساب البطلة من غير ما يقول اي كلمة. على العموم كل ده كان حصل في الماضي، نركز احنا في الحاضر. اهو البطل اتجمع بالبطلة تاني وهو لسه بيكراش عليها. يلا بقى ورينا همتك يا وحش. فهو تلحلح شوية وتاني مرة شافها في الورشة الفنية قال لها: فاضية نخرج النهاردة؟ فقالت له: لا مشغولة، بس احنا ممكن نخرج بكرة عادي، اوعى تفتكرني برفض. فعشان الدنيا دوارة وجاي علينا بخسارة لسه البطل بغبائه، لانه بالصدفة وهو رايح شركة تسجيل يسجل اغنية لمح البطلة واقفة مع الجذاب تاني، مع انه لو استنى لحظة هيلاقي ان في حاجة دخلت في عينها بس والجذاب بينفخها لها. حس ان النية شوية ما تبقاش زينا. ومن الاخر البطلة كانت بتساعد الجذاب في اغنية معينة مش اكتر، لكن البطل غضب وبعت لها رسالة: انا مش خارج معاكي. وسرح بخياله ان نفسيتها امارة والبنت دي غدارة ولسه ملهاش امان زي زمان. فصاحبه قال له: ما تلم نفسك، غدرت بك ازاي وانت اصلا ما اعترفت لهاش بحبك؟ هموت واعرف بتفكر منين، روح يدهل وقول لها. وفي نفس الوقت كان لسه الجذاب بيحبها، فعزمها عشان ينتهز الفرصة ويصرح لها للمرة التانية عن مشاعره. الجذاب لقى البطلة بتقوله: زمان كانت البنات كلها معجبة بيك. فهو: طب وانت مش بنات ولا ايه؟ مش فاهمك، اعمل ايه اكتر من كده عشان تحس بيا؟ قالت له: سوري احنا زفت اصدقاء. فالجذاب قال: ربنا يرزق غبي بغبية، وقال لها: اللي انت معجبة بيه حاليا بيسجل اغنية في المكان الفلاني. فراحت طبت عليه ولقت البطل بيعزف اغنيتهم القديمة وحنوا للايام وقعدوا ياكلوا وكله تمام. والبطل عرف من الجذاب انه كان كذاب، وانه سمع البطلة صدفة بتغني الأغنية المنيلة اللي مألفينها في السر، مش البطلة هي اللي اديتها له. فبدأوا الأبطال أخيرا يتواعدوا. أنا لو مكانها، لو واحد اختفى وما قالش مبرر مقنع للي حصل هقتله، هو أنا كده كده مش هقتنع، بس يقول أي سبب يخليني سايباه عايش على الأقل. وفي الآخر شلة الأنس كلهم اتجمعوا زي زمان، بس الفرق إن الأنفد والفرفوشة ارتبطوا، والمؤلف مرضاش يسيب الجذاب حزين فخلاه يكرش على الجرسونة. كتر خيره.
أما عن أسامي حنزي الجميل، حفصة عمر، شهد محمد، روى أروى، نور عنتر، سندس أحمد، رؤى، هان، ياسمين، ماريا، جيهان، منة طلع عادل، إيمي كرم، تاتا بي تي إس، مادة وندى. أما عن الرسائل فميمو محمد بتقول ادعونا ربنا يسترها معنا في الامتحانات عشان الامتحان اللي فات جه وحش جدا. ورضوى محمد بتقول ربنا يوفق ماير بيستي في الثانوية العامة ويوفق الكلية رب. وكان باسم بي تي اس بتقول ادعولي ان ربنا يعطيني الذرية الصالحة. ورحمة من السعودية بتقول ادعولي ادخل جامعة. ورانيا بتقول لو سمحتوا ادعوا لأخويا وابن عمي وابن خالتي لان هم في ثالثة ثانوي والامتحانات صعبة جدا، ربنا يكبر خاطرهم ويحققوا هدفهم. جهان بتقول نتائج امتحاناتي هتظهر الحد الجاي، ادعولي بجد عشان دي هتحدد مصيري. وهنا أسامة بتقول ادعو لأختي لأنها في ثانوية عامة والامتحانات صعبة. ومريم حجاج بتقول لتسنيم صاحبتها كل سنة وانتي طيبة يا أحلى صاحبة في الدنيا. وكان باسم متنوع عن بي تي اس بتقول ادعولي انجح انا واختي. وكان باسم باك جيمين ستان بتقول ادعو البابايا بالشفاء عشان مريض جدا وعنده 3 صمامات في القلب مسدوده. وكان باسم ارمي بي تي اس بتقول ادعو البنت خالتي لانها في ثانوي وبدات امتحاناتها. واسمى بيومي بتقول ادعولي بالتوفيق عندي امتحانات انا في ثالثه ثانوي. وبعادل بتقول الكل يدعي لاختي انها تنجح وتخش طب عشان هي في ثالثه ثانوي وخالي كمان، ادعو لهم بالنجاح والتوفيق. وامنية بتقول لمامتها واختها انا بحبكم قوي. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا انيو.